الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 74 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الباري سبحانه وتعالى يخاطبنا بعنوان الناس، يعني يفتتح الآية هنا بكلمة يا أيها الناس، وهما طريقتان في كتاب الله عز وجل. آنا يخاطب عباده بصيغة يا أيها الذين آمنوا، وآنا يخاطبهم بصيغة يا أيها الناس. فمتى يخاطبهم بالصيغة الأولى ومتى يخاطبهم بالصيغة الثانية؟ يعني المسألة ليست اعتباطية في كتاب الله عز وجل، المسألة تابعة لحكمة وسبب. عندما يكون الموضوع الذي يخاطب الله عز وجل به عباده يتعلق بالدعوة إلى الإيمان، يتعلق بالدعوة إلى معرفة الله عز وجل، يتعلق ببيان تكريم الله عز وجل للإنسان وكيف سخر له المكونات، عندئذ يخاطب عباده بقوله يا أيها الناس، لأنهم جميعا مكلفون بمعرفة الله، جميعا مكلفون بأن يعرفوا أنفسهم عبيدا لله. ولأنهم جميعا يريد الباري عز وجل أن يعلم مدى تكريم الله للإنسان أيا كان من حيث هو إنسان، وكيف سخر له السماوات والأرض والأطعمة والشراب والطعام وما إلى ذلك. نعم. وأما عندما يتوجه خطاب الله متضمنا فروع الإيمان السلوكية، عندما يتضمن الخطاب كيفية العبادة، المحرمات التي ينبغي أن ننتهي منها، الواجبات التي ينبغي أن نتمسك بها، نعم، المباحات التي لم يحرمها الله عز وجل، عندئذ يوجه خطابه بصيغة يا أيها الذين آمنوا. لاحظوا، فهو مثلا يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أمر عام، لأنه موجه للناس جميعا بأن يعرفوا أنفسهم عبيدا لله عز وجل. هنا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني هذه الأرض المعطاءة سخرها الله لكم، مائدة رب العالمين مفتوحة للكل. يا أيها الناس كلكم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. نعم، ما هي يعني أطعمة الأرض، أرزاق الباري عز وجل، ما هي خاصة بالمؤمنين؟
دون غيرهم. لذلك الكلام شو بيجي؟ يا أيها الناس. لكن لما بيخاطبنا الباري عز وجل مثلا بالعبادة، بالصلاة، كيف نصلي، بالوضوء، كيف ينبغي أن نبتعد عن المحرمات، عندئذ الخطاب خاص بمين؟ بالمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ملاحظين هذا الأمر؟ نعم. دائما عندما تسمع كلام الله يقول يا أيها الذين آمنوا، انتظر أن يأتي بعد ذلك حكم من أحكام السلوك التي تتفرع عن الإيمان. طيب قد يقول قائل وهذه الأوامر ليش ما بيخاطب فيها كمان الكفار؟ يعني مثلا حرمة الخمر، حرمة الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يعني لماذا لا يخاطب الآخرين أيضا؟ الجواب واضح، الكافر ليس مخاطبا في دار الدنيا بفروع العبادات والأحكام السلوكية، لأنه مخاطب بأصولها، وأصولها ما هي؟ العقيدة، الإيمان. نعم، في دار الدنيا يخاطب هؤلاء بالإيمان. نعم، إذا قال يا أيها الناس يوجه إليهم الأمر بالإيمان، يوجه إليهم الأمر بالدخول في العبودية لله عز وجل. لكن كيف بده يقول للكفار إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ ليش لو فزوا يصلوا مقبولة صلاتهم؟ لا. كيف بده يقول لهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان؟ طيب وهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بهذا الذي يقول هذا الكلام، ولو أنهم انقادوا لهذا الكلام لا يثيبهم الله نهائيا في يوم القيامة. إذن الحكمة واضحة أصبحت. إذا يعني كانت بداية الآية بقول الله يا أيها الناس، فالخطاب يتضمن أصول الدين، معتقدات الدين، أو يتضمن بيان إكرام الله عز وجل للإنسان من حيث هو جنس. واضح كيف؟ وما إذا بدأت الآية بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أن مضمون الخطاب بيان حكم من أحكام الشريعة الإسلامية المتفرعة عن العقيدة. نعم، ولذلك نحن نقول الكافرون في الغرب يعني ليسوا ملاحقين بفروع الشريعة أبدا، وإنما هم ملاحقون بماذا؟ بأصول الدين. يعني يوم القيامة يعاقبهم الله على كفرانهم، وهنالك من يقول يعاقبهم أيضا على الفروع، لأنه كان بإمكانه يؤمنوا وينفذوا، لكن في دار الدنيا ما من خاطبهم. نعم، فالآية هنا بدأت يا أيها الناس، لأن المضمون أمر يتعلق بالناس جميعا، يتعلق بمائدة الرحمن، ومائدة الرحمن مفتوحة للكل. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محذورا. طيب، هذا يجعلني أعود فأقول كلاما ذكرته يمكن أكثر من مرة. نعم، جوابا عن أناس يقولون أنتم يعني تنسبون يعني قلة الأمطار، المصائب، الرزايا إلى معاصينا وأوزارنا. طيب يا أخي، المجتمعات الغربية يعني ترتكب الموبقات أضعاف مضاعفة عن ما نرتكبه نحن، والأمطار ما بتنقطع عنهم، والثلوج ما بتنقطع عنهم، والخيرات مستمرة. الجواب أظن الآن اللي ذكرته واضح. ربنا سبحانه وتعالى
لا يخاطب أولئك الناس لا بأنه لازم يتركوا الخمرة ولا الربا ولا الميسر ولا بأنه قوموا صلوا، ومن ثم لا يعاقبهم إذا لم يصلوا، ولا يعاقبهم في دار الدنيا يعني إذا شربوا الخمرة وارتكبوا الفواحش، ما بيعقب. ليش؟ لأنه ما في عقد بينه وبين رب العالمين، ما في عقد، ما رضيوا أنه يتعاقدوا. نعم، لو في عقد قالوا يا اللهم إنا آمنا بك إلها واحدا فردا صمدا وآمنا برسولك وأنبيائك، ها إذا صار في برابتهم عقد، عندئذ يلاحقهم الله بالفروع، فإذا لم يؤدي الفروع يأتي العقاب في دار الدنيا. لكن شو الخواص اللي بينتقدوا ما بيقروا القرآن، ما بيقروا قول الله نعم أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لا يقرؤون قول الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أول عقد شو هو اللي بيننا وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، ما بيقروا هالكلام، بس شاطرين يبعثوا الاستشكالات أو يحطوها بمواقع الانترنت ويهربوا من الجواب. نعم يا أخي اسمع الجواب، نعم اسمع، ما عم تسأل مشان تعرف ولا بس مشان تعمل مشكلة وفتنة. نعم، إذن فلا إشكال أبدا إذا وجدنا المجتمعات الغربية في دار الدنيا تسرح وتمرح، ما في بينهم وبين رب العالمين التزام عقد. لكن نحن في التزام ولا لا؟ نحن شو دائما بنقول عن حالنا مسلمين؟ بكل مناسبة بنقرأ القرآن، وإذاعاتنا أيضا تسمعنا القرآن، وشعارات الإسلام دائما بنرفعها وبنقول نحن مسلمون. عظيم، نحن مسلمون، إذا نحن مطالبون بماذا؟ بتطبيق الإسلام. نعم، ذكرت مثال ولله المثل الأعلى، لكن هذا للتقريب. هيئة الأمم عادة تصدر بعض المشاريع الاجتماعية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالمرأة، ثم توزعه على الدول. فالدولة التي توافق على هذا المشروع تصبح مسؤولة عن تنفيذه، أما الدول اللي ما بتوافق على هذا المشروع. نعم، هلا في شيء اسمه منظمة سيداو عن المرأة وما إلى ذلك حقوقها. نعم، هذا المشروع وصل إلينا، تحفظنا على عدة بنود ومواد منه، أي ما بتناسبنا، ما بتناسب ديننا، ما بتناسب ديننا. إيه نعم، طيب هيئة الأمة لا تلزمنا بذلك لأنه نحن ما ارتبطنا بعقد. لكن لو وقعنا عليه كله إذا نحن أصبحنا ملزمين، ولله المثل الأعلى. ربنا عز وجل أرسل إلينا هذا القرآن، آمنتم به صدقتموه، آمنتم به وصدقتموه، إذن أنتم مسؤولون عن تنفيذ ما فيه، ما نفذتوا تنتظروا العقاب في الدنيا قبل الآخرة، وربما كان عقاب الدنيا كفارة عن عقاب الآخرة. أما هادين قالوا والله نحن ما اقتنعنا، ما راح نوقع على هالمشروع، ربنا يوم القيامة بيعاقبهم على أنهم تجاهلوا عبوديتهم لله، لكن في دار الدنيا ما بلزمهم. نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، جهود ما منضيع لها، أتعاب ما منضيعهم لها، وما بنبخسهم جهودهم أبدا أبدا. لكن شو قال؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، طيب إذن عرفنا أن الخطاب هنا للناس جميعا، لذلك افتتح بقول الله يا أيها الناس. طيب، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض. هلا رزق الأرض
هذا الذي تخرجه الأرض من طواياها خاص بنا نحن المسلمين، للناس كلها للجميع. باري عز وجل نعم جعل رزقه الذي يهمي من السماء والذي ينبع من الأرض كله للكل. مائدة رب العالمين كما قلنا أبوابها مفتحة للناس جميعا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هنا كلمة حلالا توجه للمسلمين دون غيرهم، يعني كلوا مما تنتجه الأرض بشرط أن يكون أخذكم له من مصدره الشرعي الذي يحل لكم أن تمتدوا أن تمتد أيديكم إليه. فالحرام ما بيجوز، يعني مثلا واحد يأكل مال غيره يستلبط على أرض غيره ما بيجوز. نعم طيبا هذه عامة للكل، يعني مما في الأرض هلا ما تنتجه الأرض أشكال وألوان، في شيء إلنا وفي شيء للبهائم، في شيء أدوية، في شيء أغذية. في الباري شوال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، دققوا وانظروا، كلوا مما يفيدكم وإياكم أن تأكلوا مما قد يضركم، بيكون هذا مو لكم، بيكون أنا عامله للدواب للحيوانات الأخرى. كيف بدنا نعرف؟ أنا وهبتكم معرفة وعلم تستطيعون بواسطة هذه العلم أن تفحصوا النباتات كلها فتصنفوها، ما هو النوع الذي يدخل في الأغذية وما هو النوع الذي يدخل في الأدوية تؤخذ في حالات خاصة، وما هو النوع الذي هو لحيواناتكم، واضح كيف، ولأنعامكم. تستطيعوا، أنا وهبتكم مقومات الدراية والفكر. داود الأنطاكي ماذا فعل؟ استجاب لهذا الذي يقوله الله عز وجل وتفرغ لمعرفة النباتات وخصائصها وألف كتابه مذكرة داود الأنطاكي معروفة، كلها عبارة عن خصائص الأعشاب والنباتات التي تخرج من الأرض كلها. نعم والواقع أن الطب في هذا العصر عالة على مذكر داود الأنطاكي. إلى الآن لم يستطع الطب الحديث أن يصل إلى معشار ما عرفه الأطباء السابقون وفي مقدمتهم داود الأنطاكي من خصائص النباتات والأعشاب. لذلك بتلاقي أكثر الأدوية شو هي؟ أدوية كيميائية والعياذ بالله بتضر بمقدار ما تفيد. نعم فربي عز وجل هو اللي لفت نظره. طيبا كيف؟ بأن تجربوا وتفحصوا وتتبينوا عندئذ تعلمون. نعم ثم قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان المراد بها خططه التي يرسمها ليسوقكم إليها. هذا عام للكل. ربي عز وجل لما بيحذرنا من الشيطان ما بيحذر بس المؤمنين، هذا تحيز، لا بيحذر عباده كلهم. يا جماعة يا بني آدم عرفوا أن الشيطان عدوكم، ديروا بالكم خذوا حذركم منه، واضح كيف. فهو خطاب للناس جميعا، كل باري عز وجل بيحذر عباده من مكائد الشيطان فالتحذير متجه إلى الجميع. خطوات إذن يعني الخطط التي يرسمها ثم يجرك إليها. الخطوة باللغة العربية معروفة، هلا في عنا خطوة وخطوة، هي مسألة بالمناسبة نحكيها متهمنا لغويا. الخطوة بضم الخاء هو المسافة بين قدميك عندما تمشي،
المسافة المكانية بين رجلك اللي ثابتة هون ورجلك اللي حطيتها هنيك قديش متر؟ هالمسافة شو اسمها؟ خطوة، اسمها خطوة. وأما كلمة خطوة بفتح الخاء فهي تعني المرة الواحدة من الحركة، المرة الواحدة خطوة والثانية خطوة والثالثة خطوة، فهي مصدر خطأ يخطو خطوا. واضح كيف؟ طيب، إنه لكم عدو مبين. الشيطان موجود ولا مو موجود؟ موجود. إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، كلام رسول الله في الحديث الصحيح. ومن قال إنه لا، الشيطان عبارة عن قوة معنوية ما بعرف شو، فهؤلاء عبارة عن أناس حمقى. وكثيرا ما يكون الحمق شر أنواع السماجة فعلا، يعني بيكون شو واحد أحمق وحاسس حاله أحمق، لبس بده يتمرغص انه يعمل حاله عالم بيفهم، ما بده يقول انه فعلا في شياطين، لانه الناس اذا قال في شياطين وفي جن وكذا بيقولوا انه هذا باين عليه متخلف ما بيفهم. فبيتجمل بايش؟ بانه انا لا اؤمن بالجن، لا اؤمن بالشياطين، لا انا رجل علم. هو بيكون كذاب جاهل احمق. وانا قلت مرارا والله الإنسان هذا إذا كان مشي بشي مقبرة بنص الليل وتحركت زي القطة بيقفز يمكن مترين رعبا، بيقول لحاله في شي روح طلعت لي، في شي جني طلع لي. وهو وقتا بيجي قدامك بالمحاضرات تبعه كذا بيعمل حاله هو لا يؤمن بهذه الأشياء كلها. لا، الشيطان موجود. وبيان الله عز وجل لا يلحقه خلف، وهو مسلط على الإنسان أو سلط نفسه، فالباري عز وجل له يلا نعم وهكذا. فالباري عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ظاهر العداوة، ديروا بالكم. كم في بالقرآن آية من هالنوع كثير، وهذا من أوضح وأجلى مظاهر لطف الله بنا. يا جماعة ديروا بالكم، قصة الشيطان كذا 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 كذا، أنا طردته من شأنكم لأنه ما رضي أنه يسجد سجودا تكريما لي للإنسان متمثلا في أبيه آدم. لما استكبر نعم طردته بسببكم، فلما طردته بسببكم قال والله لا خلي ثلاث أرباع الناس اللي كانوا هن سبب طرد الباري إلي من نعم نعيمه، والله لحق عليهم كلهم يصيروا حشو جهنم إذا بيطلع بإيدي. ما هيك؟ هيك أخبرنا رب العالمين. نعم، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، هيك قال لهم للربنا، ولا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما هيك قال؟ إذا هو عدو. الباري عز وجل ديروا بالكم منه، اوعكم. نعم هو طلب انه انظروا وطلب انه يتسلط عليكم، انا وافقته، لكن انتم بتستطيعوا تتخلصوا منه اذا التجأتم الى حصن العبوديه لي بس، مو اكثر منه، ما بيقدر عليكم المنوب. فالباري دائما يكرر هذا بيان أنه عدو لنا. بس شو الشيء يا أخواننا اللي يخلي الواحد يخجل من ربه خجل شديد؟ لما بتقرأ هالكلام لا سيما في سورة الكهف المعنى واضح بشكل آخر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، ما كان من الملائكة لكن كان مأموره أن أيضا أن يسجد، ففسق عن أمر ربه. بعدين شو قال؟ شوفوا بقى العتاب الرقيق. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لك هيك؟ لك هيك يا جماعة؟ أنا
أمرت أن يسجد مع الملائكة إلكم سجود تكريم، رفض متكبر عليكم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. اي نعم أنا فوق 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 العنصر هذا الطيني. طيب طردت من رحمتي بسببكم، بتجوا بقى بتتركوني أنا اللي أكرمتكم وأمرت الملائكة بما فيها الإبليس أن يسجد سجود تكريم لكم، ولما رفض طردته من رحمتي ونعمتي بسببكم، كانت العاقبة تلحقوا تتخذونه وليا بدالي من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. والله أنا لما بقرأ الآية أشعر بخجل شديد من الله، فعلا خجل شديد من الله، أنه نحن نلحق الشيطان ووساوسه بأمرنا بالمعاصي، أمرك بأمرنا من المنكرات، أمرك وأمرك، وربنا عم يقول لك ديروا بالكم، لك هذا عدو لكم، لك لا تسمعوا كلامه، لك تسمعوا كلامي أنا ناصح. لا يعني الإنسان مطلوب منه شو يحكي، يقول يا رب حاشا، لم نتخذ أحدا غيرك وليا لنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، لكن إذا يعني زلت من القدم فسببها ضعف، مو أنه عقدنا وتعاهدنا مع الشيطان أنه يكون هو ولي إلنا بدالك، فشر الشيطان لن يكون له هذا، لكن ضعف النفس هو الذي حدا بنا إلى ذلك. إيه نعم، نحن نقول كما ألهمتنا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب، بعد شو قال ويتولى الصالحين. إيه نعم، شايف كيف؟ فنحن ينبغي أن لا يعني نتصف باللؤم، نعادي من انتصر لنا، من كرمنا، نعم، من أمر ملائكته كلهم بالسجود لنا، نتركه ثم نوالي الشيطان، أعوذ بالله، نوالي من هو عدو لنا، هذا ما ينبغي أن يكون. طبعا احنا ما بنتكلم عن عبدة الشيطان، وقد سمعت أنهم الآن يعني لهم أصوات حركات ونشاطات، وما لا شيء غريب أسمع، وأرجو أن يكون هذا الذي أسمعه يعني غير صحيح. أي نعم، عبدة الشيطان، والله ما في شيء بعيد، لأن أعداء هذه الأمة يعني هم على استعداد بأن يجندوا شياطين الجن وشياطين الإنس وعبدة الشياطين في سبيل الإساءة إلى معتقدات هذه الأمة وإلى إسلام هذه الأمة وإلى القيم والمبادئ التي تعتز بها هذه الأمة. لكن نسأل نتحدث عن أنفسنا نحن، ما ينبغي أن يكون سلوكنا منبئا عن أن ولايتنا للشيطان، لا، ينبغي أن يكون سلوكنا منبئا وناطقا بأن ولايتنا إنما هي للرحمن سبحانه وتعالى. نعم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان لا يأمركم بالخير، لا يأمركم بما ينفعكم لا في دنياكم ولا في آخرتكم، إنما يأمركم بالسوء. السوء يشمل كل ما ينافي الخير، كل ما هو مخالف للخير فهو سوء. أما الفحشاء فهو نوع من أنواع السوء، أسوأ أنواع السوء. يعني الفحشاء عبارة عن السوء الذي يعد من الكبائر، هذه الفحشاء
يعني مثلا أكل الربا من الفحشاء، ما هيك؟ ارتكاب زنا من الفحشاء، الموبقات من الفحشاء، السبع الموبقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها من الفحشاء. فالباري عز وجل يقول: أنا أقول لكم تفضلوا كلوا مما في الأرض، لكن ديروا بالكم الحلال، الحرام لا. يعني شو الحرام؟ الطعام الذي ليس ملكك، الطعام الذي لم يقع في يدك بطريق عادل سليم شرعي. نعم. الطيبات عبارة عن شغلة دنيوية، الطب يعني من ذلك الشيء اللي بيفيدك يعني. طيب، معنى ذلك أن الشيطان يأمرك بأن تسطو على مال غيرك، هذا سوء. وكتاب الله عز وجل يقول لك كلوا من ما في الأرض لكن حلالا طيبا، حلالا طيبا. يروي أبو بكر بن مردوية بسنده عن ابن عباس يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تليت هذه الآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ويبدو أن النبي كان عم يشرحها، فقام سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال له: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نعم، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف باللقمة من الحرام في جوفه لا تقبل منه 40 يوما، يعني لا تقبل منه العبادة 40 يوم. نعم. وإن العبد الذي نبت جسمه من السحت والربا النار أولى به. تشوف نبتة، يعني ما من قال أن الجسم نبت من الحرام والربا إلا إذا كان مدة طويلة، مرة مرتين ثلاثة، الجسم ما بيطم. وفي هذا لطف، يعني الإنسان الذي يستمر أكل المحرمات، يستمر أكل الربا، بحيث هالجسد هذا عم ينمو عم يتغذى من هذا، يقول المصطفى النار أولى به. هذا خطير، خطير. ثم يعني قولا واحدا، ربنا عز وجل كلامه ما يلحقه خلف عندما يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أبدا. لكن العلماء كلهم قالوا هنالك شروط لاستجابة الدعاء، من هذه الشروط ما قاله رسول الله: أن يكون مطعمك حلالا. لكن إذا كان الطعام اللي عم تاكله جايبه أنت مغش، جايبه من ربا، جايبه من رشاوي، جايبه تعرفون. طيب، ثم تقول: لقد دعوت الله فلم يستجب لي. عرف حالك شو مساوي قبل ما تقول هذا الكلام. نعم. وما يتعلق باللقمة التي نضعها في أفواهنا مسألة خطيرة جدا جدا. هلا الطهارة والنجاسة معروفة، أول باب من أبواب الفقه الفرق بين الطهارة والنجاسة، أليس كذلك؟ لكن موضوع الطعام الحلال والحرام أخطر منه بكثير. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتساهلون في موضوع يعني النجاسة والطهارة، إذا حان وقت الصلاة في أرض ما رأسا بينزل وبيصلي بها الأرض، الأصل في الشيء طهارة، واضح كيف؟ نعم. يصلون في مرابض الغنم، يصلون فيها، نعم. لكن عندما يخرج الرجل من داره ليرتزق، عندئذ يفتح عينيه بشكل وأذنيه ويحاول أن يراقب اللقمة التي تدخل فمه، بل الرزق الذي يدخل داره. اليوم نحن بالعكس، يا ما ناس بيجوا بيدققوا هلا هي الوعى طاهرة ولا نجسة، وإذا مو طاهرة شو أعمل وكذا، تلاقي الوسواس بياخده من فوق لتحت. نعم. أما لما بيأكل ما بيسأل،
هل الأكل منين إجا؟ ما بيسأل ابنه الطعام منين إجا؟ رجل نعم يأخذ الرشاوي، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم يأتي إلى بيته بالطعام الذي تجمع من هذه الرشاوي، أو يغش الناس في معاملاته في 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 نعم. كيف يعني تقدر تبلع هذه اللقمة التي تأكلها ولسوف تكون سببا لاحتراق جسمك الذي غذي بهذا الطعام في النار غدا؟ وهيك هذا شيء خطير جدا. هذا معنى قوله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يوحي إليكم يعني بأمور مخالفة لشرع الله، يجعل من الحلال حراما، كما أوحى إلى بعض المشركين كثير من الأنعام حرمها عليهم، هيك الشيطان اللي لعب فيهم. نعم، يجعل من الحرام حلالا، نعم، يعبث بكم. نعم، بقي أن نقول شيئا واحد، يقول لي طيب إلا إمتى الشيطان بيوسوس؟ لا عم نشوفه ولا شيء. الباري قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لا تخاف. والنبي شرح لك، قال لك إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، يوسوس لك. نعم، هلا في شغلة بتخلي الواحد يعرفها الكلام ناكي، وانت قاعد قبل ما تصلي ما ببالك شيء، بالعكس يمكن عم تفكر بالدين وعم تفكر بما يقربك من الله، بعدين بتقول لتصلي لك شيء وبتقول الله أكبر، ما بتلاقي غير هجمت عليك الأفكار والوساوس. مبارع فلان حكاني كلمة والله إنه هي أسائلي فيها وشو بدي أعمل وكذا وإلى آخره، واليوم بكرة هلا بدي استجيب للدعوة الفلانية، لك ما بتكون الأفكار كلها تجايب بالك نهائيا، وإذا بها جميعا هجمت عليك أثناء صلاتك حتى تحجبك هذه الأفكار عن مخاطبة الله. طيب هلا بدي أسأل، ليش قبل ما تصلي هالأفكار ما كانت ببالك منه؟ ونحن كلنا يعرف ذلك، أفكار ما بتخطر بالبال منوب، ما لك جايبة ببالك، بمجرد ما تبدأ بالصلاة تهجم عليك. فهذا دليل واضح على ما قاله رسول الله إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، والباري عز وجل بيّن لنا ذلك، سلطه علينا. نعم، لكن في حماية ولا لا؟ في حماية، أن تدخل في سلك العبودية لله. لذلك شو قال رب العالمين؟ قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نشرحها هي إن شاء الله، تبع إن عبادي ليس لك عليهم سلطان في درس قادم إذا أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك كلها، ما ظهر منها وما بطن، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد الكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أبلغ اللهم في هذه الليلة الغراء روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته، واجعلنا بمنك وجودك من إخوانه الذين تشوق إليهم ولم يرهم يا رب العالمين.
اللهم اجعل بلدتنا المباركة هذه بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنقذ إخواننا عبادك المؤمنين في ليبيا من براثن الظلم والطغيان يا ذا الجلال والإكرام. أنقذهم يا ذا الجلال والإكرام، أنقذهم يا ذا الجلال والإكرام بأخوتنا لهم وبأخوتهم لنا يا رب العالمين. وأنت القائل إنما المؤمنون إخوة إلا استجبت دعاءنا يا رب العالمين. اللهم أهلك هذا البطاش الطاغية الظالم الذي استشرى ظلمه والذي استكبر على عبوديته لك يا رب العالمين. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر كما أخذت أمثاله يا رب العالمين. واجعل ذلك عبرة للمعتبرين يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعانا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم لا تخيبنا في آمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكرم كل شاب بحاجة إلى زواج بالزوجة الصالحة يا رب العالمين، يسر له سبيل ذلك يا أرحم الراحمين. وأكرم كل شاب بالتوفيق والرعاية والحماية في دراسته وفي أعماله. متعنا ومتعهم، متع عبادك جميعا بنعيم الدنيا والآخرة، بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع الساعة كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. استجب دعاءنا، حقق رجاءنا، فرج عنا، فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.